لا 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 لا، بقول لك ايه، من الاخر كده انا عايز فلوس، والفلوس لو ما جاتش صورك هتلاقيها في كل حته يا حلوه. حرام عليك، انا حبيتك بجد، انت بتعمل كده ليه؟ حب مين يا ام حب؟ انا مش بتاع حب يا ماما. بس انا كنت واثقه فيك، عشان كده بعتلك صوري، عمري ما خونتك. وانا ضمني يا حبيبتي انك ما بعتيش لحد غيري. بقول لك ايه، يا الفلوس يا الصور، اختار انت بقى. انت واقفه من امتى؟ واقفه من امتى؟ انت بتعاير بنت بصورها، فكرتش وانت بتعايرها انك ليك اختين بنات زيها ممكن يتحطوا في مكانها، وممكن كمان يتعمل ضعف اللي انت بتعمله فيها؟ انت هتجيبي نفسك ليها؟ وبعدين لو كانت كويسه وما كانتش بعتت صور ليه؟ ما هي عشان وثقت فيك وفكرتك راجل بعتت لك صورها، لكن انت ولا يستاهل اقرا عليك راجل ولا تستاهل الثقه دي اصلا. انا اسف. متأسف ليش انا يا بيه؟ كلم اللي انت قلت لها انا عايز منك فلوس وتأسف لها، قول لها ان كان راكبني شيطان ولا اي حاجة، وافتكر انك قبل ما تعمل اي حاجة زي كده مع بنت انك ليك رب قايل في القرآن الكريم كما تدين تدان، يا هتتعمل فيا يا فختك يا فمك. ومن غير ما نبعت صور الاي اي ما خلاش حاجة. اتفضل يا بيه، كلم البنت وامسح صورها، تأسف لنفسك مش ليا. انا اسف، مش عايزه تزعلي مني، ويا ريت ما تكونيش دعيتي عليا. انا عارف انك دعيتي عليا، بس انا بجد ما كنتش هعمل كده. انا ليا اختين بنات، واكيد لو كنت عملت معاكي حاجه كان ربنا هيردهم لي فيها. فانا مش عايزك تزعلي، وما تخافيش، انا مسحت صورك كلها. سلام.